استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وقدم المستشار محمود فوزي شرحا وافيا لمفهوم التواصل السياسي ومهامه، موضحا أن الوزارة بصدد تنظيم عدد من اللقاءات في الفترة القادمة لتحقيق الأهداف المنشودة من التواصل، إذ يعزز بناء الثقة والتفاعل بين المواطنين والحكومة. وقال المستشار محمود فوزي إن التواصل السياسي بمثابة رسالة واضحة من القيادة السياسية بأن الحكومة مكلفة بالتواصل مع المجتمع وجميع الكتل به، مشيرا إلى الحرص على التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان وبين الوزارات وبعضها البعض، مضيفا أنه سيتم وضع خطة سير للاتصال السياسي. من جانبه أثنى فضيلة المفتي على استحداث التواصل السياسي ضمن أولويات عمل الوزارة.